حياكم الله جميعا، بسم الله والصلاة على محمد. نحن في الكتاب، حياك الله شيخ محمد، ما شاء الله منور. الله يبارك فيك شيخ. بسم الله. نحن في صفحة 66 عند قوله: ومن لم يحكم هذا الأصل لم يمكنه إثبات حدوث العالم، وذلك مسألة العرض والجوهر وإثباتهما. هل رأيتم هذا الموضوع؟ نعم. بسم الله. طيب، بس فاطمة تقول أنها وجدت المكان، والشيخ محمد الآن. طيب، تقرأ شيخ محمد أو تقرأ أختنا حنان؟ الأمر إليك شيخ. النسخة التي عندي ما هي واضحة، لكن الأمر إليك شيخ. الآن يلا نقرأ شوية مع حنان وبعدين نقلب إن شاء الله. إن شاء الله. جزاك الله، تفضل يا أختي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: وقالوا أيضا، وهو الأصل الذي يؤسسه المتكلمون والطريق الذي يجعلونه قاعدة علومهم، من لم يحكم هذا الأصل لم يمكنه إثبات حدث العالم، وذلك مسألة العرض والجوهر وإثباتهما. فإنهم قالوا إن الأشياء لا تخلو من نعم، ثلاثة أوجه. لا، هذا تكلمنا إذا تذكرون، هذا ذكرنا بكلامنا على دليل الأعراض، دليل حدوث الأجسام. طيب، يسمونه أيضا دليل الأكوان. طيب، هذا الدليل هو الأصل الذي اعتمد عليه المتكلمون في إثبات حدوث العالم، وإذا أثبتوا حدوث العالم لزم منه إثبات قدم محدث العالم وهو الله سبحانه وتعالى. وتذكرون تكلمنا عنه بكلام طويل، وذكرنا أنه يسمونها أحيانا دليل حلول الحوادث، دليل حدوث الأجسام، دليل حدوث الأعراض، دليل الجواهر والأعراض، دليل الحدوث كذا بهذا الاسم، وأنه يقوم على إثبات وجود الأعراض، ثم إثبات حدوث الأعراض، ثم إثبات أن الأجسام لا تنفك عن الأعراض ولا الأعراض الحادثة ولا تسبقها، يعني الجسم هذا يكون مع هذا العرض، وأن ما لا تخلو منه الحوادث فهو حادث لأنه مواكب لها معها. طيب، تذكرون يعني تكلمنا بكلام طويل عن هذا، وأنصح بمراجعته لأن هذا أصل عظيم جدا عند أهل الكلام، وهو الأصل الذي في نظري هو أعظم طاغوت هدم به الدين، ولم يثبت به أي شيء، لا حدوث العالم ولا قدم الرب ولا إلهية الله ولا شيء من هذا مطلقا، بل إن هذا الدليل هو الذي قادهم إلى نفي عامة الصفات الإلهية، وإلى نفي مسائل كثيرة جدا في القدر، وقاد أهل الكلام إلى أقوال شنيعة كاعتقادهم أن هذا واجب على المكلف إلى آخر ذلك. وذكرنا أنه يعني هذا هو المعتمد عندهم، كما يقول الباقلاني، يقول هو المعتمد في هذا الباب، وأول من استعمل أصل هذا الدليل، ليس هذا الدليل بتفاصيل، أصل هذا الدليل الجهم بن صفوان، وتبعه الجهمية، وتبعهم ابن كلاب وأصحابه، ثم تبعهم أبو الحسن الأشعري وأصحابه، وتبعهم أبو منصور الماتريدي وأصحابه، فهي طريقة مشهورة. ولذلك ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن هذه هي الطريقة المشهورة عند الجهمية والمعتزلة ومن اتبعهم من الأشعرية والكرامية، ومن دخل في ذلك من الفقهاء من أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم. ويعني ذكرت لكم أن هذا الدليل قيل أنه أيضا قبل حتى الجهم، أنه من قدماء الفلاسفة كأرسطو وأفلاطون. وذكر الإمام الخطابي رحمه الله أن هذا الدليل الذي تكلم به المتكلمون أصله مأخوذ من الفلاسفة، ولعل أيضا أبو الحسن الأشعري أشار إلى شيء من هذا رحمه الله تعالى. وقد اعترف كثير من الأشاعرة أن بعض تفاصيل هذا الدليل، والمتكلمين الأشاعرة وغيرهم، أنه لا يعني غير منطقي وغير سليم، وأنه طريق صعب ووعر ولا يؤدي إلى يعني غث سمين، ليس كالذي يرتقي جبل صعب جدا، صعب الارتقاء، صعب الممرات، من أجل يحصل على لحم ليس فيه لحم ولا فيه سمنة، ولا إنما الشيء ليس له حاجة.
شيء بسيط جدا من الـ من الـ يعني الجعل او الفائز او الجائزه التي يحصل عليها الانسان. ما تسوى التعب هذا كله والتعقيدات عشان تثبت شيء مطلق باثبات يعني تقوم عليه اعتراضات كثيره، وفي الطريق انت اخليت باشياء كثيره يمكن يعترض بها عليك. طيب يعني أنا ما راح أعيد الكلام تكلمنا فيه من السابق، بس هذا نظرا لشيوع هذه الطريقة. طبعا تفاصيلها في خلافات بين الأشاعرة والمعتزلة والماتريدية، يعني ذكرنا مثل هذه الاختلافات، ما في داعي إن احنا نرجع إليها، وأن العرض لا يبقى زمانين وأن يبقى زمانين، وأن هل الجسم إذا قررنا أنه لا تخلو منه الأعراض أنها لازمة له مصاحبة له لم يتقدم عليها، ذكروا هذا. ثم افترقت المعتزلة الأشاعرة أن أجسام لا تخلو من كل جنس من الأعراض عن واحد من ذلك الجنس، حتى ذهبوا أن كل جنس جسم له طعم ولون ورائحة وغير ذلك، وهذا غلط. يعني الهواء والصخرة ليس لها طعم وليس لها رائحة. طيب وأيضا قالوا لا يخلو عن الحركة والسكون المعتزلة والاجتماع والافتراق، وأما غيرها فيجوز خلوها من عنه كالألوان والروائح، ولذلك المعتزلة يسمون الدليل الأكوان بسبب هذه المعنى إلى آخر. يعني ما أريد أن أعيد الكلام معكم، وهو كلام طويل أنصح بالرجوع إليه في الدرس، كان درسا طويلا في توصيف هذا الأمر. يعني لعله من المناسب بس أن نبين يعني هذه العبارات إيش المقصود بها. طيب الجوهر والعرض وحدث العالم، حدوث العالم يعني أصبح بعد أن لم يكن موجود. طيب العرض هو الشيء الذي ما يقوم بنفسه، يقوم بإيش؟ بغيره، يعني ما يقوم بنفسه. عرض مثل إيش مثلا؟ اللون أحمر أصفر أخضر ما يقوم بنفسه، لابد يقوم بشيء. طيب مثل الرائحة ما تقوم بنفسه، تكون متصلة بشيء، بزهرة، بطعام، بإنسان، بجسم إلى آخره كذلك. طيب وهكذا الأعراض لا تقوم، هي ما لا يقوم بنفسه. طيب والجوهر هو الشيء الذي تتصف به الأعراض، الجوهر هو هذا الأصل، هو هذا الذات اللي تتصف به هذه الأوصاف أو الأعراض، فكل جوهر يكون له أعراض، واضح؟ طيب فهم إذا تذكرون كانوا يقولون إن العالم هذا كونه تكون له أعراض، عرض شيء يطرأ وشيء ما يقوم بنفسه يقوم بهذا العرض، هذا يدل على أن هذا العرض لا يمكن يكون هذا الجسم قبل هذا العرض معه، واضح؟ فإذا كان هذا الجسم معه وهذا العرض محدث، إذن هذا الجسم محدث. نظرنا إلى الكون فوجدنا أنه مليء بالأعراض، هذا الكون، هذه الأرض، هذه السماء، هذه النجوم أعراض لها نور، نور يذهب يخفوها، وحرارة إلى آخره. فإذن هذه الأعراض للأجسام تدل على أن هذه الأجسام الأرض، رياح، هدوء، عواصف، خريف، شتاء، ليل، نهار إلى آخره، أعراض تطرأ عليها، فيدل على أن هذا الشيء متصف بهذه الأعراض، فلما كان متصفا بها دل على أنه حادث مثلها، وهذا دليلهم. طيب فإذا كانت هذه حادثة فلا بد لها من محدث وهو الله سبحانه وتعالى، هذا غاية ما عندهم من الفلسفة وإلى آخره ليثبتوا هذا الكلام. طبعا وغاية هذا الكلام يثبت وجود، حتى لو قلنا بالتسليم بكل ما يقولون، هو غاية أن يثبت إيش؟ وجود خالق وليس الخالق وهو الله. غاية ما هناك أنه يثبت أن هناك خالقا، وغاية ما يثبت أن هناك أن هذا الكون محدث، وهذا هو الحقيقة، ليس حقيقة التوحيد، لا الربوبية ولا الإلهية. الربوبية يقوم على الاعتقاد بأن الله هو الرب سبحانه وتعالى. على كل حال، فهو هنا يقول لك، هنا مقارنة بين هؤلاء اللي كانوا يعني يتصفون بالحديث والسنة ويعتمدون عليها،
في مقابلهم هذه المدارس الكلامية التي لأنهم يقول حتى أهل الكلام يشتغلون بالحديث، فهو يقول لك لا، الحقيقة أن أهل الكلام علومهم وأصولهم التي يقوم عليها في باب الاعتقاد هي هذه الفلسفات العقلية التي لا تسمن ولا تغني من جوع. بس عشان تفهم يعني مقدمة الكلام ومحور الكلام، وسيأتي مزيد تفصيل. بسم الله، اقرأي من الأول. وقالوا أيضا، قال المؤلف رحمه الله، نعم. وقالوا أيضا، وهو الأصل الذي يؤسسه المتكلمون والطريق الذي يجعلونه قاعدة علومهم، من لم يحكم هذا الأصل لم يمكنه إثبات حدث العالم، وذلك مسألة العرض والجوهر وإثباتهما. فإنهم قالوا إن الأشياء لا تخلو من ثلاثة أوجه، إما أن يكون جسما أو عرضا أو جوهرا. فالجسم مجتمع من الافتراق، والجوهر محتمل الأعراض، والعرض ما لا يقوم بنفسه وإنما يقوم بغيره. وجعل الروح من الأعراض، وردوا أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلق الروح قبل الجسد، لأنه لم قالوا يوافق أن نظره. الروح عرض، قالوا أن الروح عرض للبدن، من أعراض البدن، تفنى وتذهب، واضح. وحقيقة الروح ليس عرض، بل هي على تعريفكم هي جوهر أو جسم متصف بعدد من الأعراض وعدد من الصفات وفي عدد من الجوانب. وليس في الصحيح، لأنهم يقولون أن يعني على كلامكم أنتم أن الروح عرض، معناها أن الروح وجدت مع وجود البدن، لأنهم يقولون العرض يكون مصاحب للجوهر، وهذا ليس بالصحيح. الروح خلقت قبل البدن، نعم، لأنه لم يوافق نظرهم وأصولهم واختراعهم. وردوا خبره صلى الله عليه وسلم في خلق العقل قبل الخلق، وإنما ردوا إيش هذه قال الأخبار هنا؟ في خلق العقل قبل الخلق، يقول يروى في ذلك حديث مكذوب، أول ما خلق الله العقل قال له أقبل فأقبل، قال له أدبر فأدبر. هذا موضوع مكذوب، يعني كان ينبغي تنزيه كتابه رحمه الله عن مثل هذا. المقصود الروح أيضا جاء في الحديث أن الروح تتكلم، طيب، وأن الروح ينظر إليها الإنسان، إذا قبضت الروح تبعه البصر، تبعه إيش؟ البصر. وذلك الميت ينظر إلى أعلى يشوف روحه. لو كانت الروح عرض ما كانت ترى، إحنا ما نرى الأعراض، أعراض معاني، واضح؟ وإنما ردوا هذه الأخبار لأن العقل عندهم عرض كالروح، والعرض لا يقوم بنفسه، فردوا الأخبار بهذا الطريق. وكذلك ردوا الخبر الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الموت يذبح على الصراط، لأن الموت عرض لا ينفرد بنفسه. فهذا أصلهم الثاني الذي، وهذا أيضا مسألة أخرى ذكر العلماء، حتى بعض المنتسبين من أهل المدرسة قالوا إن الله يقلب الأعراض إلى أعيان. كيف ما نفهم؟ حين قراءتك هذه للقرآن تأتي شفيعا لك يوم القيامة، عملك الصالح يأتي على شكل رجل. موازين القيامة وموازين الآخرة ليست هي موازين الدنيا، تختلف فيها الأحكام والأحوال، نعم. لكن لما يكون الأصول العقلية التي أسستها أنت هي الأصل، تبدأ تحاكم النصوص عليها، لا أن تحاكم الألفاظ المحدثة على النصوص. يعني أعطيك مثال قريبا، يمكن بعضكم يعرف هذا أو رأى شيئا من هذا. كنت أتكلم عن مسألة أو أذكر مسألة تتعلق بالزنا، فالذي يعرف الفقهاء مثلا يقولون الزنا تعريفه محدد، وهو ما يتعلق بالإلاج في الفرض، طيب. لكن الشريعة سمت أشياء أخرى زنا أيضا، ويجب أن يقال إنها زنا، نوع من أنواع الزنا، لكن أعلى درجاته التي تعلق به عقوبات مقدرة في الشريعة هو كذا وكذا وكذا. يجي واحد مثلا يقول لك لا، هذا ما يسمى زنا، النظر واليد لا يسمى زنا. طيب هذا مجاز، طب ليش ما تسميه زنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم سماه زنا. أيوة، بس إحنا
مقرر عندنا أن الزنا هو الذي يقام عليه الحد، ولا شك أن الذي ينظر إلى المحرم لا يقع، نعم ما يقام عليه الحد، لكن أنت جعلت الأصل الفقهي الذي أنت أتيت به جعلت تحاكم النص إليه، وهذا غلط. وإنما تقول هذا النوع من أنواع الزنا هو أعظمها وأغلظها، ولذلك رتبت عليه العقوبة الشرعية الفلانية، لكن ما يحق لك أن تأتي إلى النصوص الأخرى، إلى هذه النصوص حيث سماها النبي صلى الله عليه وسلم زنا تأتي أن تنفيها بس من أجل الفقهاء ما سموها زنا. هذا مو بطريقة أثرية سليمة التعامل مع النصوص. نعم. فهذا أصله الثاني الذي أدى إلى رد الأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومثل هذا كثير يأتي بيانه. ولهذا قال بعض السلف إن أهل الكلام أعداء الدين، لأن اعتمادهم على حسهم وظنونهم وما يؤدي إليه نظرهم وفكرهم، ثم يعرضون عليه الأحاديث، فما وافقه قبلوه وما خالفه ردوه على ما سبق بيانه. وأما أهل السنة سلمهم الله فإنهم يتمسكون بما نطق به الكتاب ووردت به السنة، ويحتجون له بالحجج الواضحة والدلائل الصحيحة على حسب ما أذن فيه الشرع وورد به السمع، ولا يدخلون بآرائهم في صفات الله تعالى ولا في غيرها من أمور الدين. وعلى هذا وجدوا سلفهم وأئمتهم، وقد قال الله تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال أيضا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وقال صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع وفي مقامات له شتى وبحضرته عامة أصحابه صلى الله رضي الله عنهم: ألا هل بلغت؟ وكان مما أنزل إليه وأمر بتبليغه أمر التوحيد وبيانه بطريقته، فلم يترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من أمور الدين وقواعده وأصوله وشرائعه وفصوله إلا بينه وبلغه على كماله وتمامه، ولم يؤخر بيانه عن وقت الحاجة إليه، إذ لو أخر فيها البيان لكان قد كلفهم ما لا سبيل لهم إليه. وإذا كان الأمر على ما قلناه، وقد علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعهم في هذه الأمور إلى لم يدعهم في هذه الأمور إلى الاستدلال بالأعراض والجواهر وذكر ماهيتها، ولا يمكن لأحد من الناس أن يروي في ذلك عنه ولا عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم من هذا النمط حرفا واحدا فما فوقهم، لا في طريق تواتر ولا آحاد. فعلمنا أنهم ذهبوا خلاف مذهب هؤلاء وسلكوا غير طريقهم، وأن هذا طريق محدث مخترع لم يكن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله عنهم، وسلوكه يعود عليهم بالطعن والقدح ونسبتهم إلى الجهل وقلة العلم في الدين واشتباه الطريق عليهم. وبلغني أنه كان لأبي هاشم الجبائي ابنة تسمى فاطمة، وكان أصحابه يقولون إن فاطمة بنت أبي هاشم أعلم بالله وبطريق الحق من فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عنها، فنعوذ بالله من طريق يؤدي إلى مثل هذا القول، ونسأله التوفيق لما يحب ويرضى. وإياك رحمك الله أن تشتغل بكلامهم ولا تغتر بكثرة مقالاتهم، فإنها سريعة التهافت كثيرة التناقض، وما من كلام تسمعه لفرقة منهم إلا ولخصومهم عليه كلام يوازيه أو يقاربه، فكل بكل معارض وبعض ببعض مقابل، وإنما يكون التقدم الواحد منهم وفلجه على خصمه بقدر حظه من الدنيا وحدقه في صناعة الجبل بقدر حظه والسلام. من البيان نعم بقدر حظه من البيان وحبقه في صناعة الجدل والكلام. لحظة شوي، هنا يقول رحمه الله قال لا تغتر بمقالاته، فلكل فرقة منهم خصومهم يردون عليهم. تجد مثلا الأشاعرة والمعتزلة، تجد المعتزلة يسخرون من الأشاعرة في مسائل، وتجد الأشاعرة يسخرون من المعتزلة في مسائل. تجد أن هؤلاء يقولون إن قولكم هذا ينقض أصلكم ذلك، والأشاعرة والمعتزلة هي نفس الشيء. تجد كل طائفة القدرية والمرجئة والخوارج وكل هؤلاء تجد أنهم يرد بعضهم على بعض، والحق لا يعني الحق هو عيب هؤلاء ولا عيب هؤلاء. فإذا أردت أن تعرف تهافت أقوالهم انظر رد بعضهم على بعض، انظر نقد بعضهم، حتى حنا ما نحتاج ننقد أقوالهم،
انظر نقد الفرقة نفسها، المتأخرين منهم على المتقدمين والمتقدمين على المتأخرين. حتى أنا ذكرت لكم مثال الدرس الماضي كيف الرازي أورد على نفسه 40 وجها ثم قال ولا أعرف كيف أرد عليها، لما جاء في مسألة الرؤية، رؤية الله يوم القيامة وتحيه. وتجد أن بعضهم يعني تشوف كيف مثلا في مسألة الرؤية تجد مثلا كيف يعني المعتزلة يستهزئون بالأشعرية في مسألة رؤية الله، لأن المعتزلة ينكرون رؤية الله والأشاعرة أقرب للسنة يثبتون رؤية الله، لكن قالوا لا يرى في جهة. المعتزلة قالوا كيف يعني لا يرى في جهة؟ إيش معنى لا يرى في جهة؟ له أمامك ولا خلفك ولا فوقك ولا تحتك ولا منك، ما يرى، شون يرى صار؟ إما تنفون الرؤية وإما تثبتونها على طريقة تفهم، واضح؟ وهكذا تجد أن هناك يعني نقد بعضهم على بعض كثير جدا، فيقول كل بكل معارض وبعضهم ببعض مقابل، وإنما تقدم الواحد منهم وفلجه على خصمه، يعني انتصاره على خصمه، طيب يكون بإيش؟ بقدر حظه من إيش؟ من العلم، من السنة، من معرفة آثار السلف، لا من البيان وحذقه في صناعة الجدل والكلام، بس أنه يكون عنده قدرة بيانية أعلى. نعم. وأكثر ما يغلي بعضهم بعضا إنما هو إلزام من طريق الجدل على أصول لهم ومناقضات على أقوال حفظوها عليهم، فهم يطالبونهم بعودها وطردها، فمن تقاعد عن ذلك سموه من طريق الجدل منقطعا وجعلوه مبطلا وحكموا بالفلج لخصمه، والجدل لا يتبين بالفلج لخصمه، والجدل لا يتبين به حق ولا تقوم به حجة، وقد يكون الخصمان على مقالتين مختلفتين كلتاهما باطلة، ويكون الحق في ثالثة من غيرهما، فمناقضة أحدهما صاحبه لا تصحح مذهبه وإن أفسد به قول خصمه، لأنهما مجتمعان في الخطأ مشتركان فيه، كقول الشاعر فيهم: حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا، وكل كاسر مكسور. وإنما كان الأمر كذلك لأن واحدا من الفريقين لا يعتمد في مقالاته أصلا صحيحة، وإنما هو آراء تتقابل وأوضاع تتكافأ وتتعادل. ولو أنصفوا هذه في فائدة المحال مهمة، هذه فائدة مهمة جدا في المناظرات وفي المناقشات وفي إدلاء الحجج. أحيانا الإنسان يأتي بحجة ويرد عليها ويبطلها وكذا، أصلا هذه الحجة ما قال بها الخصوم، أحيانا هو يبتدعها، يأتي بقول كذا فاسد وباطل ويجيبه لكي يفرد عضلاته عليه ويبين بطلانه وفساده، ويذكر له قصة تافهة سخيفة ليس لها أصل، مثلا ينسبها لأهل السنة، ينسبها لأحد الخيرين أو لأحد العلماء، ويبدأ يرد عليها ويقول كذا وكذا. وهذا كثير في الناس، وقد يكون الحق لا مع هذا ولا مع هذا، الحق في طرف ثالث. يعني بطلان هذا الأمر لا يدل على صحة المبطل، إذا أنا أبطلت قول ما يدل هذا أن قولي صحيح. كيف أعرف أن قولي صحيح؟ أن يدل عليه دليل صحيح، وأن يدل هذا الدليل عليه بدلالة صحيحة. لكن مجرد الانتصار لقولي بإفساد قول الآخرين هذا ليس طريقة لإثبات الحق، هذا بسطاء العقول ينطلي عليهم هذا. يعني هدم المعتزلة لا يدل على أن هؤلاء الذين هدموا أقوال المعتزلة على السنة. بعض الناس خلص طالما أني رديت على الملاحدة صرت ما شاء الله صاحب سنة، ليس بصحيح، قد يكون ضال مضل من أفسد ما يكون. كان يحدثني، وين الشيخ عمار موجود؟ ما أدري لو موجود ولا لا. الشيخ عمار يقول لي أنه كان يناظر في الإنترنت، يسمع يقرأ كذا مقالات لواحد مشهور في الرد على نظرية داروين ومدري إيش، نسيت اسمه الآن، هارون أو شيء زي كذا. طيب يقول لي الشيخ عمار، يقول كان له كلمات ومقالات في أول الأمر يعني رائعة جدا، وانتشر يعني صيته وكذا.
ثم فوجئ الناس بالفيديوهات تبعته لما طلعت على الانترنت، واذ به صايع ضايع يعني سفيه يعني من فساق الكفار حتى شكله، فضلا أن يكون من فساق المسلمين، يعني يفعل ما يفعله فساق الكفار. طيب يقول لي يعني كانت صدمة كبيرة. الرد على أهل الباطل لا يعني أن هذا على الحق، فلا تنسى هذا. نعم حسن، وعفوا ولو أنصفه يعني في بس عشان المحادث. تعرف قيمة هذا الكلام، تعرف قيمة الكلام، فيه جماعات انتصبت للرد على الجماعات الإسلامية، يعني في ناس ما لهم شغل ليل نهار إلا بيان خطأ إخوان مسلمين وجماعة التبليغ وجماعة مش عارف إيش وجماعة مدري إيش والسروريين والحبوريين وكل من هبد. طيب والاشتغال بنقد هؤلاء لا يدل على أن هؤلاء الناقدين على الحق، ما يدل على أنك على السنة، هذا ليس بسليم أيضا، إنما يدل على أنك على السنة هو التزامك بها. الذي يدل على اتباعك لطريقة السلف هو اتباعك لها. الدليل على صحة ما تقول هو من القرآن والسنة وما كان عليه سلف الأمة. مجرد الاشتغال بنقد الناس لا يدل، وهدم الآخرين حتى لو كانوا من أهل الضلال والباطل لا يدل على أنك صاحب حق. ولذلك يقول النبي، يعني جاء ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر، وإن كنت أظن أنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما صح من قول عثمان رضي الله عنه، إن الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر، فهذا لا يدل على أنه على حق. لا تنسى هذه قاعدة مهمة وجميلة في التعامل مع أو في النظر في أحوال الناس. نعم. ولو أنصفوا في المحاجة لزم الواحد منهم أن ينتقل عن مذهبه كل يوم، لزم الواحد منهم أن ينتقل عن مذهبه كل يوم كذا وكذا مرة لما يورد عليه من الإلزامات، وتراهم ينقطعون في الحجاج ولا ينتقلون، وهذا هو الدليل على أنه ليس لهم، ليس قصدهم طلب الحق وإنما طريقهم اتباع الهوى فحسب. يعني إيش لا ينتقلون؟ يعني إيش لا شوي شوي لا تسرع. وتراهم ينقطعون في الحجاج، الانقطاع يعني ما تقدر ترد على حجة الخصم، لكن لما سترد على حجته لأن حجته قوية ولا عندك حجة مقابلة لا يرجعون، لا بس ينقطعون. يقول لو هم أصحاب حق كان رجعوا عن قولهم لما بين لهم فساده وأنه ما عندهم قدرة على الرد. نعم. فإذا ألزم قال هذا إلزام توجه على هذا توجه علي، هذا إلزام توجه علي لا على مذهبي، وسنأتي بعد بالجواب. أو يوجد من ينفصل عن هذه الشبهة، عن هذه الشبهة ممن ينتحل ديني ومذهبي، فإذا راعينا مثل هذا لم تقم حجة على كافر أبدا، وما هذا إلا طريق يوهم جميع الكافرين أنهم على الحق، قاتلهم الله أن يؤفكون، وتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ومن قبيح ما يلزمهم في اعتقادهم أن إذا بنينا الحق على ما قالوا وأوجبنا طلب الدين بالطريق الذي ذكروه وجب من ذلك تكفير العوام بأجمعهم، لأنهم لا يعرفون إلا الاتباع المجرد. يعني لو قلنا أنه لا يكون الإيمان إلا بدليل الحدوث والأعراض ونسماكم مؤمن إلا بهذا، وجب على ذلك جدتك وجدتي وأكثرنا أكثر الناس جماعة المسجد لا يعرفون هذا، لازمهم تكفير العوام. نعم. ولو عرض عليهم طريق المتكلمين في معرفة الله تعالى ما فهمه أكثرهم، فضلا من أن يصير فيه صاحب استدلال وحجاج ونظر، وإنما غاية توحيدهم التزام ما وجدوا عليه سلفهم وأئمتهم في عقائد الدين، والعض عليها بالنواجذ والمواظبة على وظائف العبادات. غاية توحيدهم يعني يقصد العوام. نعم. وملازمة الأذكار بقلوب سليمة طاهرة عن الشبهات والشكوك، تراهم لا يحيدون عما اعتقدوه وإن قطعوا إربا إربا، فهنيئا لهم. لا. هذا اليقين وإن قطعوا إربا إربا فهنيئا لهم هذا اليقين، وطوبى لهم هذه السلامة. فإذا كفروا هؤلاء الناس وهم السواد الأعظم وجمهور الأئمة
فما هذا إلا طي بساط الإسلام وهدم منار الدين وأركان الشريعة وأعلام الإسلام، وإلحاق هذه الدار أعني دار الإسلام بدار الكفر، وجعل أهليهما بمنزلة واحدة. ومتى يوجد في الألوف من المسلمين على الشرط الذي يراعونه لتصحيح معرفة الله تعالى؟ أولا يجد مسلم ألم هذه المقالة القبيحة الشنيعة في قلبه؟ بل لو تقطع حسرات من عظيم ما اخترعوه في الدين وموهوه على الناس كان جديرا بذلك. وإن قالوا إنا لا نكفر العوام فقد ناقضوا أصولهم حين أثبتوا حقيقة المعرفة والإيمان بغير طريقها على أصولهم. وأظن أن من قال عنهم ذلك فإنما هو سلوك طريق التقية ورد تشنيع الناس عليهم، وإلا فاعتقادهم وطريقتهم في أصولهم ما ذكرنا. والله يكفي أهل السنة والجماعة شرهم ويرد كيدهم في نحرهم ويلحق بهم عاقبة مكرهم بقدرته وعظيم سطوته. هذا معنى يدل على الآخرون مقدار مقام المعاناة التي كان يعانيها الأئمة في ذلك الزمان من شيوع أمثال هذه المقالات. تتحفنا يا شيخ محمد ولا غير واضح النسخة اللي معك؟ نخلي أختنا تكمل. شيخ محمد يا أكملي تفضل. معنى العقل ومقامه من الدين عند أهل السنة. ونشتغل الآن بذكر معنى العقل ومقامه من الدين عند أهل السنة. اعلم أن مذهب أهل السنة أن العقل لا يوجب شيئا على أحد ولا يرفع شيئا عنه، ولا حظ له في تحليل أو تحريم، ولا تحسين ولا تقبيح. ولو لم يرد السمع ما وجب على أحد شيء، ولا دخلوا في ثواب ولا عقاب. واستدلوا على هذا بقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وبقوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال الله تعالى حاكيا عن الملائكة فيما خاطبوا به أهل النار: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى. فأقام الحجة عليهم ببعثة الرسل. فلو كانت الحجة لازمة بنفس العقل لم يكن بعثه للرسل شرطا لوجوب العقوبة. فقال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فدل أنه الداعي إلى الإيمان، وعندهم أن الداعي إلى الإيمان هو العقل. وجاء الكتاب مؤيدا لهذا. قال الله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. فدل على أن الدعوة له وأن الحجة تقوم به. وأمثال هذه الآيات في القرآن كثيرة. وما أوحش قول من يقول إنه لا دعوة لأحد من النبيين والمرسلين إلا الإيمان على الحقيقة، لا لا، وأن وجوده وما إلى أوحش يعني الإيمان إيش أوحش؟ إلى أوحش أغرب، مش على طريقة المصريين. وحش يعني حتى لما يقول المصريين ده وحش يعني شكله غير جميل. طيب، لعل أيضا أصله هو لأنها مقصود من الوحش. الوحوش سميت وحوشا ليش؟ لأنها تكون بعيدة في الغابات عن الناس، تكون لوحدها من الإغراب والإبعاد. فإنه ما أوحش هذا القول يعني ما أغربه وأبعده، واضح؟ ولأن الوحش سمي وحش القبيح لأنه يبعد ولا يرغب، أو لأنه نادر أيضا. نعم. وما أوحش قول من يقول إنه لا دعوة لأحد من النبيين والمرسلين إلى الإيمان على هذا الحقيقة. يحكى عن رجل مما يذكر في دعابات العلماء، يذكرون في كتبهم. ذكر ابن الجوزي أن رجلا اجتمعت عنده مجموعة من يعني النسوة، كان يعني قليل الذوق، فلما كشفنا عن وجوههن ولم يكن يعني من ذوي الجمال، يعني نفر كان يطمع في النظر في وجوههن وكذا، وما كنا على الشيء الذي يريد. فلما رآهن اجتمعوا وتكاثرن عنده وحوله، قال: وإذا الوحوش حشرت. فقالت لهم منهم امرأة ذكية، قالت: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. القبح والحسن نسبي. نعم. نعم. وأن وجودهم وعدمهم في هذا لا لا، بمنزلة الوحش. ارجعي وما أوحش، كل هذا حاشية على الأوحش. نعم.
وما أوحش قول من يقول إنه لا دعوة لأحد من النبيين والمرسلين إلى الإيمان على الحقيقة، وأن وجودهم وعدمهم في هذا بمنزلة واحدة، ولو لم يكونوا كان وجوب الإيمان على الناس في الجهة التي وجبت عليهم بعد وجوبهم، على الجهة التي وجب على الجهة التي وجبت عليهم بعد وجوبهم، ولا حظ لدعوتهم في هذا، وإنما الحظ لدعوتهم في الشرائع وفروع العبادات. فقد جعلوا عقولهم دعاة إلى الله تعالى، ووضعوها موضع الرسل فيما بينهم. يعني ولو قال هو يريد أن يقول، لأن هناك من قال بهذا، قال أن الرسل والأنبياء ما قرروا المسائل العقلية لأنها لم تكن تناسب العقول والزمان الذي كانوا فيه، واضح؟ وإنما بس أتوا بالعبادات، أما المسائل العقلية النظرية كانت ما تتحملها عقول الناس. قل ما أغرب هذا القول، إن يقول الأنبياء والمرسلين لم يأتوا بالإيمان على الحقيقة، فحينئذ وجودهم وعدمهم سواء في هذه المنزلة، في هذه القضية، كلام فض باطل. نعم، ولو قال قائل لا إله إلا الله عقلي رسول الله لم يكن مستنكرا عند المتكلمين من جهة المعنى، فظهر فساد قول من سلك هذا المسلك. وهذه ثم كلمة نقول جميلة جدا، يعني أكررها كثيرا، من قال لا إله إلا الله عقلي رسول الله، وهذا واقع الآن في الناس. كم من الناس يقول لك والله ما دخل عقلي، طيب كيف وصلت إلى هذه النتيجة؟ عقلي دلني على هذا، صح ولا لا؟ هذا حال كثير من الخلق، أنه يقول لا إله إلا الله عقلي رسول الله. نحن أهل اتباع، صلى الله عليه وسلم. نعم، ثم نقول والله الهادي والموفق، إن الله تعالى أسس دينه وبناه على الاتباع، وجعل إدراكه وقبوله بالعقل، فمن الدين معقول وغير معقول، والاتباع في جميعه واجب. ومن أهل السنة من قال بلفظ آخر، إن الله لا يعرف بالعقل ولا يعرف مع عدم العقل، ومعنى هذا أن الله تعالى هو الذي يعرف العبد ذاته، فيعرف الله بالله لا بغيره، لقوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ولم يقل ولكن العقل يهدي من يشاء، فقال تعالى والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فهذه دلائل دلت على أن الله تعالى هو المعرف، لا أنه إنما يعرف العبد إلا أنه إنما يعرف العبد نفسه مع يعرف وجود العقل. العبد نفسه مع وجود العقل. نعم، يعرف العبد نفسه مع وجود العقل، لأنه سبب الإدراك والتمييز لا مع عدمه، لأن الله تعالى قال إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، وقال إن في ذلك لذكرى لمن كان له القلب، وقال تعالى مخبرا عن أصحاب النار وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. إن في والله ذلك يعطي العبد، لذكرى لمن كان له قلب. نعم، كأني سمعتها والله لمن كان له القلب، بس نعم تفضل. نعم، لمن كان له قلب. والله يعطي العبد المعرفة لهدايته، إلا أنه لا يحصل ذلك مع فقد العقل. وهذا كما أن العبد لا يعرف الله تعالى بجسمه ولا بشخصه ولا بروحه، ولا يعرفه مع عدم شخصه وجسمه وروحه، كذلك لا يعرف الله بالعقل ولا يعرفه مع عدم العقل. ونظير هذا أن الولد لا ايش هذا يكون مع ذكركم؟ فقده. هذا يعني لازم تراجعون الدروس التي تكلمنا بها قبل قراءة هذا الكتاب حتى تعرفوا الربط. يعني نحن تكلمنا عن ماذا المسألة، لما تكلمنا عن مسألة العقل والنقل، لازم تراجعون هذا المبحث وأنواع العقل. تجد هنا قاعد يقرر أن العقل أنواع، العقل الغريزي وهذا أصل، بدونه لا تستطيع أن تعرف الله، لأنك ما تفهم الكلام أصلا، تصير غير مكلف، واضح؟ كان إنسان ما عند العقل، هنا يصبح نظير الرأس، يصبح نظير الروح، يصبح واضح؟ واحد أعمى أصم أبكم، ما هي ولا يقدر يحس، ما في سبيل، هذه آلة غريزة فيك، خلاف العقل اللي هو الاستدلال والنظر والحجاج، هذا شيء آخر. نعم،
ونظير هذا أن الولد لا يكون مع فقد الوطء ولا يكون بالوطء، بل يكون بإنشاء الله تعالى وخلقه، وكذلك لا يكون الزرع إلا في أرض طبعا أو هذا جدر المثال اليوم وماء. لا يصلح، ولا ايش رايكم؟ لا يكون الولد الا لا ان الولد لا يكون مع فقد الوطء، لانه قد يوجد الولد بدون وطء مع التكنولوجيا الجديده. نعم أيوة بس أيضا لكنه بإذن الله whatever they make they couldn't make it if لا، ما الله سبحانه ليس وتعالى didn't let الفكره هي them. ليست باذن الله ولا لا، لا هو يقول لك ان العقل مثل الاله، يعني لو ان بدون هذه الاله وهي الفرج من المراه والفرج من الرجل، بدونهما لا يحصل الوطء. لو ما في وطء، العقل شيء مركب فيك، كما ان هذا الشيء جزء من جسدك. يبقى اقول لك ان العقل شيء يعني عضو من اعضائك، بدونه لا يمكن تعقل اصلا ولا تفهم، كما ان بدون هذا لا يمكن ان يكون لك ولد. واضح؟ الفكرة لا تتعلق بقضية شاء الله وما شاء الله، تتعلق بإنهاد، يعني بدون مثلا العين لا تبصر، بدون الرحم لا يمكن تحمل المرأة. واضح؟ هذا قصده. نعم. وكذلك لا وكذلك يكون لا الزرع يكون إلا لا في يكون أرض. الزرع إلا في أرض. نعم. نعم، وكذلك لا يكون الزرع إلا في أرض وببذر وماء، ولا يكون بذلك، ببذر بل يكون أو بقدرة الله ببذر، وإنبات. نعم. ببذر أو ببذر، الاثنين يا شيخ. الاثنين صح. البذر هو الفعل. نعم. شيخ قال أمتعنا الله تعالى بعد هذه الفقرة. نعم طيب، أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، معناه وأنتم تنبتونه أم نحن المنبتون. يقال الولد زرعه الله أي أنبته الله تعالى. وامثاله وأمثال هذا كثيرة، والموفق يكتفي باليسير والمخذول لا يشفيه الكثير، وقد قال يا بعض أهل سلام، المعرفة بس والمخذول لا يشفيه الكثير. والله هذه عبارات تحفظ. الموفق يكتفي باليسير والمخذول لا يشفيه الكثير. أحيانا نحن نخطئ يا إخواني يا أخواني، نظن أن الإكثار من العلم والتفصيل ومدري إيش هو الذي يهدي، هذا ليس بصحيح، ليس بلازم. تفضل يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. وقد قال بعض أهل المعرفة إنما أعطينا العقل لإقامة العبودية لا لإدراك الربوبية، فمن شغل ما أعطي لإقامة العبودية بإدراك الربوبية فاتته العبودية ولم يدرك الربوبية. ومعنى قولنا إنما أعطينا العقل لإقامة العبودية هو أنه آلة التمييز بين القبيح والحسن والسنة والبدعة والرياء والإخلاص، ولولاه لم يكن تكليف ولا توجه أمر ولا نهي. فإذا استعمله على قدره ولم يجاوز به حده أداه ذلك إلى العبادة الخالصة والثبات على السنة واستعمال المستحسنات وترك المستقبحات، فيكون هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يكثر الصلاة والصيام إنما يجازى على قدر عقله. وقال بعضهم العقل مدبر يدبر لصاحبه أمر دنياه هذا أيضا وعقباه. حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ابن القيم في المنار المنيف أظن هنا قال نقلها عنه، قال ابن القيم أحاديث العقل كلها كذب، كل حديث في العقل مكذوب، وكلها لا يصح منها شيء، تدور بين الضعف والوضع، يقول الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة. نعم، وقال بعضهم العقل مدبر يدبر لصاحبه أمر دنياه وعقباه، فأول تدبيره الإشارة إلى المدبر الصانع، ثم إلى معرفة النفس، ثم يشير إلى صاحبه بالخضوع والطاعة لله والتسليم لأمره والموافقة له. وهذا معنى قولهم العاقل من عقل عن الله أمره ونهيه. وقال بعضهم العقل حجة الله على جميع الخلق لأنه سبب التكليف، إلا أن صاحبه لا يستغني عن التوفيق في كل وقت، ونفس العقل بالتوفيق كان، والعاقل محتاج في كل وقت إلى توفيق جديد تفضلا من الله تعالى. يعني لا تظن أنك ذكي وألمعي خلاص، ما تحتاج، تحتاج تدرس وتقرأ وتدعو. نعم، ولو لم يكن
كذلك لكان العقلاء مستغنين عن الله بالعقل، فيرتفع عنهم الخوف والرجاء ويصيرون آمنين من الخذلان، وهذا تجاوز عن درجة العبودية وتعد عنها ومحال من الأمر، إذ ليس من الحكمة أن ينزل الله تعالى أحدا غير منزلته، فإذا أغنى عبيده عن نفسه فقد أنزلهم غير منزلتهم وجاوز بهم حدودهم. ولو كان هذا جميل شيخ الله أكبر. جميل. ولو كان هذا هكذا لاستوى الخلق والخالق في معنى من معاني الربوبية، والله تعالى ليس كمثله شيء في جميع المعاني. وقال بعضهم: العقل على ثلاثة أوجه، عقل مولود مطبوع، وهو عقل ابن آدم الذي به فضل على أهل الأرض، وهو محل التكليف والأمر والنهي، وبه يكون التدبير والتمييز. والعقل الثاني هو عقل التأييد الذي يكون مع الإيمان معا، وهو عقل الأنبياء والصديقين، وذلك تفضل من الله تعالى. والعقل الثالث هو عقل التجارب والعبر، وذلك ما يأخذه الناس بعضهم من بعض. ومن هذا قول من قال: ملاقات الناس تلقيح العقول. وقال بعض أهل المعرفة: مقدار العقل في المعرفة كمقدار الإبرة عند ديباج أو خز، فإنه لا يمكن لبس ديباج ولا خز إلا أن يخاطب الإبرة، فإذا خيط بالإبرة فلا حاجة بها إلى الإبرة. الله. نعم، يدلك عليها. نعم. نعم. كذلك تضبط المعرفة بالعقل، إلا لا أن المعرفة تحصل من العقل أو تثبت به. واعلم أن فصل ما بيننا وبين المبتدعة هو مسألة العقل، فإنهم أسسوا دينهم على المعقول وجعلوا الاتباع والمأثور تبعا للمعقول. وأما أهل السنة فقالوا: الأصل الاتباع والعقول تبع، ولو كان أساس الدين على المعقول لاستغنى الخلق عن الوحي وعن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، ولبطل معنى الأمر والنهي، ولقال من شاء ما شاء. ولو كان الدين بني على المعقول وجب ألا يجوز للمؤمنين أن يقبلوا شيئا حتى يعقلوا. وهذا ما يقول به أحد ولا يقولون به هم أنفسهم شيخنا. نعم صحيح، هذا إلزام لهم. ونحن إذا تدبرنا عامة ما جاء في أمر الدين، إلا في بعض الصفات الإلهية وغيرها يجعلون أصولهم العقلية سبب لرد. ولذلك ذكرنا المثال في ذكرنا شيء في الدرس الماضي، أكثر من الأمثلة في الرؤية. القاضي عبد الجبار لما جاء عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ترون ربكم عيانا، قال هذا لا محال كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، رده كذا وقال انه مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. وكان بعضهم يكذب الحديث لمجرد مخالف عقله. نعم. عذرا يا شيخنا، انا اي لوست ماي فايل. ونحن اذا تدبرنا اي اي لوست اولتوجذر ماي ديفايس. لا غنى لنا عنك، جزاك الله خير، تفضل. حسنا إن شاء الله. نعم، بس بفتح على الآيباد عشان أكبر شوية. ونحن إذا تدبرنا. نعم. يلا ماشي، أنا أقرأ. ونحن إذا تدبرنا عامة ما جاء في أمر الدين من ذكر صفات الله عز وجل وما تعبد الناس به من اعتقاده، وكذلك ما ظهر بين المسلمين وتداولوه بينهم ونقلوه عن سلفهم إلى أن أسندوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ذكر عذاب القبر وسؤال الملكين والحوض والميزان والصراط وصفات الجنة وصفات النار وتخليد الفريقين فيهما، أمور لا ندرك حقائقها بعقولنا، إنما ورد الأمر بقبولها والإيمان بها. فإذا سمعنا شيئا من أمور الدين وعقلناه وفهمناه فلله الحمد في ذلك والشكر، ومنه التوفيق، وما لم يمكننا إدراكه وفهمه ولم تبلغه عقولنا آمنا به وصدقنا واعتقدنا أن هذا من قبل ربوبيته وقدرته، واكتفينا في ذلك بعلمه ومشيئته. وقال تعالى في مثل هذا: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. وقال تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ثم نقول لهذا القائل الذي يقول قبل هذا: هذا صحيح، يعني الله سبحانه وتعالى وضع أعجب الأشياء، وضع في داخل جسمك شيء أن تعجز عن فهم يعني ماهيته وكنه. يعني إيش هذه الروح التي خرجت تموت؟
عجيب سبحان ربي. يعني حتى هؤلاء الدكاترة اللي هم ملاحد أطباء، لكنهم ملاحد. كنت مرة أعطي كلمة أو محاضرة في كلية الطب هنا في هيوستن، ومجموعة كبيرة من الأطباء، وكثير منهم لا يؤمنون أصلا بالإله، هذا من العجيب يعني، أو بعضهم على الأقل. وكنت أقول لهم يعني أنتم ترون الجسد بينكم كل مقومات الحياة فيه، فإذا سلب هذه الروح مات، كل شيء توقف كذا فجأة بدون أي سبب طبي، كل شيء كولابس. هذه الروح الذي جعلها الله في أبداننا سر الحياة، هذا بس لتعجيزك، حتى يقول لك أنت داخل نفسك شيء لا تعرف كنه، تعرف أنه موجود ولكن لا تعرف كنه، ليبين مدى عجزك. هذا اللي فيك أنت، فكيف بما هو خارج عنك؟ أنت تعرف قدرك يا بني آدم. وهذه الجمل التي كنت أقرأها قبل قليل تذكرنا بالعبارة المشهورة لابن تيمية، الأنبياء والرسل أتوا بإيش؟ بمحارات العقول لا محالات العقول، يعني شيء غير ممتنع عقلا، لكن العقل لا يمكن أن يدركه بنفسه، كنها هو حقيقة، لكنه عقلا غير يعني ليس ممتنعا. ثم نقول لهذا القائل الذي يقول نتابع شيء؟ اتفضل بسم الله. ثم نقول لهذا القائل الذي يقول بني ديننا على العقل وأمرنا باتباعه، أخبرنا إذا أتاك أمر من الله تعالى يخالف عقلك فبأيهما تأخذ، بالذي تعقل أو بالذي تؤمر؟ فإن قال بالذي أعقل فقد أخطأ وترك سبيل الإسلام، وإن قال إنما آخذ بالذي جاء من عند الله فقد ترك قوله، وإنما علينا أن نقبل ما عقلناه إيمانا وتصديقا، وما لم نعقله قبلناه وتسليما واستسلاما. وهذا معنى قول القائل من أهل السنة إن الإسلام قنطرة لا تعبر إلا بالتسليم، فنسأل الله التوفيق فيه والثبات عليه، وأن يتوفانا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنه وفضله. يعني أنت شوف مثلا لما جاءت الملائكة تقول لإبراهيم أنه سيأتيه ولد، مش ولد وحفيد بعد، أعرض وأنا عجوز عقيم، كيف؟ وزكريا ومريم أعجب منه مريم، هل لمس لها زوج أصلا؟ يعني لو كانت شيء بالعقل ألا يرد مثل هذا؟ لكن العقل لا يحيله. تذكرون كلامنا بس للتذكير، المحالات نوعان، محال لذاته ومحال يعني بالطبع أو بالعادة. يعني العادة تحيل أن امرأة تصبح حامل بدون زواج وبدون وطء وبدون دخول تلقيح البويضة، صح ولا لا؟ هذا في العادة ممتنع، لكن هو ليس ممتنع لذاته، ليس من قبيل الجمع بين النقيضين. ممتنع أن واحد يسافر إلى بيت المقدس ويرجع في نفس اليوم، هذا ممتنع عادة، لكنه ليس ممتنع في ذاته، مستحيل في ذاته. لو قلت لك هذا حي وميت في نفس الوقت هذا ممتنع، هذا موجود وغير موجود هذا ممتنع، واضح؟ لذاته. الشريعة ما في شيء من الممتنعات لذاتها أتت به، هي محارات أو تكون ممتنع للعادة بس، وهذه العادة عادة، وهذه قد يختلف. يعني مثلا لو تيجي الواحد قبل 100 200 300 سنة تقول له إن كان في واحد سيطلع إلى الفضاء ويرجع في نفس في 15 دقائق، يطلع السماء ويرجع، كل هذا كان كذب ممتنع. تقول إن أنا في هيوستن وهذا في أقصى الأرض وهذا في أشرق المغربية والشرقة، ونسمع بعض ونتكلم مع بعض، ولا هذا سحر، ما يمكن، ممتنع. لكن اليوم ما صار ممتنع، كان ممتنعا عادة لكنه ليس ممتنعا لذاته، واضح يا إخواني؟ تذكركم يعني إذا كان نقاش أخذناه لما تكلمنا عن موضوع العقل والنقل، يعني كلام الرجل هنا والإمام هنا رحمه الله لا يريد أن يلغي العقل، بل جاء بيّن لك كيف القرآن آيات لقوم يعقلون، وأن العقل له مكانة، لكن مكانته يجب أن تعرف ما هي.
أذكركم بالمثال المشهور ضربه ابن تيمية وضربه غيره، حتى الغزالي وغيره ذكروا هذا المثال، أنه مثل العامي لما يروح لمستفتي يقول يبغى يدور على مفتي، يجي واحد يقول له روح لهذا الشيخ الفلاني يفتيك، فراح وسأل الشيخ، فلما رجع قال له هذا الرجل إيش الشيخ أفتاك؟ قال أفتاني بكذا وكذا، قال لا هذا كلام باطل، قال أنت عالم؟ قال لا بس يجب تتبعني أنا. ليش؟ وأنت ما أنت العالم؟ قال لي أن أنا الذي دللتك على العالم، فإذا أنا دللتك على المفتي لازم تتبعني أنا ما تتبع المفتي. هل في عاقل يقول هالكلام؟ إذا العقل دلني على الله ودلني على الإسلام وإلى آخر، هل يكون العقل حكم؟ لا. ولذلك يقولون هو العقل ولى الشرع وعزل نفسه. وذكر شيء قريب من هذا فيما سبق. كل هذا يعني بس يعني أذكركم بما كان من نقاش حول هذه المعاني من قبل. نعم تفضل شيخ. وهذا معنى قول القائل. انتهى. قرأنا هذا، إن الإسلام قنطرة لا تعبر إلا بالتسليم. فنسأل الله التوفيق فيه والثبات عليه وأن يتوفانا على ملة رسول الله بمنه وفضله. آمين. وانتهى عندي كلامه. وهكذا انتهى الكتاب كاملا. نعم. بركة الشيخ محمد ما شاء الله. وأرجو إن شاء الله أن يكون فيه يعني نفع لنا جميعا. إن شاء الله المجالس القادمة سيكون فيها قراءة من كتاب إغاثة اللفان لابن القيم رحمه الله تعالى. هذا كتاب كبير وعظيم وفيه فوائد لا تعد ولا تحصى. سبحان الله شيخ. I was about to remind you with it. You mentioned it before and I was about to remind you with it. Saying when are we going to read it? Yes, إن شاء الله. يس إن شاء الله هو كتابنا القادم إن شاء الله تعالى. فيعني حاولوا تحصلوا على النسخة التي حققها الشيخ الدكتور عزير شمس. عزير شمس هذه ضمن مجموعة كتب مؤلفات ابن القيم رحمه الله، انتصب لتحقيقها، كان يشرف على تحقيقها الدكتور عزير شمس مع مجموعة من الباحثين تحت إشراف فضيلة الشيخ إمام الحرم المكي وعضو اسم الشورى ويعني عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبد الله، الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد وفقه الله تعالى. وهي مجموعة مؤلفات ابن القيم رحمه الله أخرجوها بإخراج لا نظير له، وعزير شمس من أعظم وأفضل وأحسن المحققين في زماننا هذا، وهو أستاذ في اللغة وهو من الهند، ما أظنه من الباكستان، أظنه من الهند إذا ما نسيت، وهو عالم كبير له فضل حقيقة في إخراج كثير من الكتب التراثية. وأي كتاب يحقق هذا الشخص خذه بلا تردد، يعني إذا كنت تحتاج هذا الكتاب فإنه تحقيقه تحقيق رائع جدا 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 في أصل الكتاب وصحة الكلام وسياقه وإلى آخره. ولذلك النسخة إغاثة اللفان بتحقيق هذا الشيء يعني من أفضل النسخ التي أوصيكم باقتنائها، وأظنها موجودة يعني سهلة الحصول عليها أونلاين. وتوحيد النسخة في القراءة جيد على الأقل في المتابعة. نعم. وأسأل الله أن يعيننا عليه لأنه كتاب كبير، لكن إن شاء الله نقرأ في قراءة عرض، قراءة يعني استطراد، وإن شاء الله ينفع الله به. نترك المجال للتعليق على ما قرأناه من كتاب الانتصار لأبي مظفر رحمه الله، لعل هذا يشجعكم أن تقرأوا شيئا له غير هذا الكتاب، تقرأوا كتبه، له كتب مطبوعة وموجودة ذكرنا شيئا منها من قبل. أحد عنده تعليق؟ هو فقط في جملة في آخر الكتاب، آخر جملة تقريبا، اللي هي إن الإسلام قنطرة لا تعبر إلا بالتسليم. نعم. لا تعبر إلا بالتسليم، يعني لابد تسلم حتى تدخل في الإسلام.
نعم، حضرتك ممكن يعني تقول أكثر عن جزئية الذين يريدون استخدام العقل مع كل شيء، مع الحجاب، وأنه نعم الحجاب فرض، ولكنني يمكنني ارتداء الحجاب مع أي شيء، وليس شرطا أن ألتزم بالثياب الشرعية أو الثياب الفضفاضة، ومع كثير من الأشياء التي لم يبحثوا فيها ولم يقرأوا، ولكنهم لا يريدون التسليم أيضا بالأحاديث أو النصوص الظاهرة. نعم، هذا يعني الأمثلة لا حصر لها، لكن الأصل هو هذا، أن الإنسان يكون عند معنى الإسلام هو الاستسلام. الإسلام مبناه على الاتباع، اتباع أمر الله ورسوله. ليش؟ لأن العبودية إيش معناها؟ الطاعة. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ سؤال، هل البني آدم يعبدون الشيطان؟ يسجدون له؟ أجيبوني، هل هذا شائع في بني آدم حتى الله يقول مثل الكلام؟ لا. لذلك لما تقرأ قول المفسرين يقول لك ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تطيعوا الشيطان؟ لأن العبادة هي الطاعة، فاعبدون يعني أطيعون، فالعبادة حقيقتها هي الطاعة لله والتسليم لأمر الله، وهذا هو الأصل. فإذا جاء الأمر من الله ورسوله سلم لها الإنسان، ولذلك هذه حقيقة. أما الإباء وأن الإنسان لا يريد أن يكون طوعا لله ومطيعا لله وعبدا لله، هذا يخالف أصل الإسلام، ولا يريد أن يكون تبعا لمحمد صلى الله عليه وسلم، هذا يخالف أصل الإسلام. وإذا كان هذا الإباء مطلق عام هدم إسلام الإنسان، فيصبح الإنسان كافرا ليس بمسلم. وإذا كان هذا في جزئية نقص إسلامه، وكثرة الجزئيات كلما قل إسلامه وقل إيمانه وضعفت عبوديته وأصبح على خطر، وهكذا. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. طيب، إن شاء الله، أرجو إن شاء الله كما قلت إن يعني أنه يعني هذا القراءة اللي أخذناها يعني تشجعكم إن شاء الله على العناية بهذا الإمام أكثر وأكثر رحمه الله تعالى. شيخنا، نعم، أنا يعني يمكن قد يكون هذا مما فاتني، بس هل تحدثت عن فرقت بين الحوادث والأعراض؟ نعم، تكلمنا عنها في درس مستقل اسمه دليل الحدوث والأعراض، محاضرة أو محاضرتين، وكلام طويل يعني، وأن هذه الألفاظ تستخدم استخدامات مجملة ولا يسلم لهم بكل ما يقولونه. مثلا الحدوث لا يدل على أن كل محدث معناه مخلوق، هذا ليس بصحيح، فإن الأفعال تكون محدثة ليست مخلوقة، أفعال الله ما يأتيهم من أمر محدث إلا استمعوا، فهذا الأمر يحدثه الله، هذا يدل على أن الله هو حادث وأن كلامه محدث يعني يحصل بعد أن لم يقع، فلا يدل على أن الله كلامه مخلوق، ليس بصحيح. وأفعال الله كذلك، يقع الفعل بعد الفعل، ولذلك المتكلمين أنكروا الفعل، يعني عمل عجيب، أنكروا الفعل، أثبتوا مخلوق وما أثبتوا خلق، أثبتوا مرحوم ولم يثبتوا رحمة. ليش؟ لأن الفعل عندهم ظنوا أن الحدوث يدل على أنه مخلوق، وقعوا في تناقض، وهذا مو بسليم. لا، من قال لكم أصلا هذا؟ فضلا عن الأعراض التي قالوا أن كل عرض لا يخلو أن يكون له
واحدة لا تجتمع في هذه الصفات الست. قال ابن تيمية لا، هذه الهواء لا يحس ولا يلحس ولا يطعم ولا، والصخرة لا طعم لها ولا رائحة لها. مو بصحيح، كثير يعني أمثلة كثيرة تفسد عليهم هذه الأصول التي جعلوها. صحيح صحيح. الكهرباء، أنا يا شيخ أستغرب حقيقة في أن في زماننا هذا من عنده سعة اطلاع وما زال يتمسك بمثل هذه الأمور، لأن هناك شواهد كثيرة. لا مو بس كذا، يفلسفونها على العلم المعاصر، يقولون الذرة هي الجوهر والعرض هي الإلكترونيكس ومش عارف إيش وعجائب وغرائب، وهي أشياء عقليا. حتى مثلا قولهم إن العرض لا يبقى زمانين، يعني أصلا هذا كلام فارغ. حتى التفتزاني أظن قال إن هذا الكلام لا يقبل، يعني إيش لا يبقى زمانين؟ شلون يعني يبقى زماني؟ وشلون هذا انت تشوف ليل ونهار وصيف وشتاء؟ ايش هالكلام؟ على كل حال يعني من الاشياء الجميله، اذا من الكتب التي يعني اذا اردتم تقرأوا لها، تفسير ابن المظفر السمعاني رحمه الله حسن مليح جدا ترى. طبع هذا الكتاب ذكرت لكم، لمن أراد أن يطلع عليه. أيضا كتابه، في كتاب مشهور في أصول الفقه قواطع الأدلة، أيضا كتاب نافع لمن أراد أن ينظر فيه، وهو يعني شافعي كبير رحمه الله، حتى قال السبكي يعني في هذا الكتاب من أنفع كتب الشافعية، وهو مطبوع برسالة الدكتوراه. ما أذكر الآن اسم الذي طبع. في أيضا له كتاب في الخلاف بين الشافعي والإمام أبو حنيفة، الاصطدام أو حاجة زي كذا. له كتب يعني موجودة ومطبوعة، من أراد أن يقرأها ويستمع لها سيسدد عليها يعني مسائل كثيرة مفيدة رحمه الله تعالى. طيب نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. في المجلس القادم إن شاء الله نلتقي ونقرأ من كتاب غاية الله. جزاكم الله خير.